أنا مبارح بالضبط سمعت مقطع لناس من العراق عم يشتموا الإمام علي وعم يشتموا الإمام الحسن وعم يشتموا الإمام الحسين. ليش؟ لأنه أحد الرواديد شتم الصحابي وقال عنهم. هلا هذا اليوم القصة اللي خابصة بالعراق، هاي الندبية اللي إلى فترة طالعة زمنية وهلأ عم بيشيعوها أنه لا تكتبوهم هذول صحابي، اكتبوهم عصابي. زين؟ وثير قايم الأيام خابصة، مشايخ بيدافعوا، مشايخ بيحكوا لصالحه، مشايخ بيحكوا ضده لهو الرواديد، حتى شباب فاتت بالقصة، فضائيات، الدنيا خابصة بفتني ما إلى أي داعي. اليوم أنت عم تحكي هذا الحكي، الإمام الرضا شو بيقول لك؟ بيقول لك وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود إذا أخذوا الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. طريقة أهل البيت شو هي؟ أخلاق، لا شتم، لا سب، لا لعن. طريقة أهل البيت شو هي؟ إنك أنت تجي تقدم الدليل، إنك أنت تجي تحكي بموضوعية. عندك إشكال على الصحابي، نحن عندنا إشكال على بعض الصحابي، وذكرنا يومها من فترة مين صرنا نسأل مين قتل يعني عمار بن ياسر، ومين قتل أولاد عبيد الله بن العباس، ومين سبى زوجته، ومين قتل محمد بن بكر، ومين قتل حجر إلى آخره، وبعض الصحابي اللي قتلوهم. طيب أنت تفضل قدم دليل. وش هيك إساءاته وعصبياته لعنه سبه وشتم، هذا شو بيفيد؟ أول شيء بناء على هالرواية السب واللعن والشتم حرام. دعك من الفتوى اللي هي أكثر علمائنا بيفتوا بحرمة وشتم لعن الصحابي وزوجات النبي، تعال بالمنطق بالعقل، شو عم تحصل أنت من السب واللعن والشتم؟ شو عم تحصل؟ أول شيء أنت عم تثير فتن. تاني شيء أخذت بحق أهل البيت اللي بتعتبرون جنابك مظلومين؟ لا. شو عملت؟ من مين بدك تاخذ حقك؟ من هذول اللي هلأ أن مسلمين بهذا العصر؟ اللي بيعتبروا هذول العالم ربوز كبيرة عندهم؟ طيب ما أنت عم تسب لهم يهون، بدي يسبوا لك ربوزك، مع أنه أكثر أهل السنة إذا مش كلهم بيحبوا أهل البيت، ما بيكرهوا أهل البيت. طيب أنت شو عم تجيب؟ عم تجيب المسبة لأهل البيت. اثنين، في أقليات شيعية بالعالم يا بني أدمين، ارحموا الشيعة البقية إذا كنتوا شيعة عن جد. حتى في أقليات شيعية عايشة بين السنة بمناطق عم تغلي غلي، أنتوا شو عم تعملوا هون؟ طيب إذا بدهم يطلعوا هالسنة يسمعوا هذا الشيعي عم بيقول عن الصحابي جماعة عصابي وجماعة قتلة وإلى آخره، من دون ما تقدم أي دليل ومن دون ما تحكي مثل ما قال لك الإمام علي إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم أحوالهم ووصفتم أعمالهم لكان أبلغ في القول وأصوب في الحجة، وقولوا بدل سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. إمام علي علمك تحكي هيك، تفضل احكي شو بيقول، قدم حجتك ودليلك على الفعل اللي قام فيه على خلاف كتاب الله، على ظلمه لأهل البيت، من دون ما تسبه من دون ما تشتم. هيك علمك علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وين علمك؟ علمك بيوبي بأصعب المواقف، المعارك دايرة مع معاوية بالصفين، سمع جيشه عم بيسب معاوية، وقف المعركة، وقف على مرتفع وقعد صار يخطب أصحابه ممنوع تسبه. تصور أنت في شي قائد بالعالم بيوقف بيقول لجيشه لا تسبه؟ إمام علي عملها أثناء المعركة. ليش؟ لأن هاي مش من أخلاق أهل البيت ولا من أخلاق الإسلام. أنا ما بدي أقول لك، ما بدي أحكيك بالحرام والحلال، أنا بدي أحكيك بالعقل والمنطق. أنت كلكم على بعضكم تطلعوش 15% بالعالم الإسلامي، شو عم تعملوا يعني؟ يعني أنتوا هذا السنة الآخر رح يعتبر أنا واحد مثلي منفتح على قضايا المسلمين بيقول بالوحدة الإسلامية بيعتبرني كذاب أو بأحسن الحالات عم بيشتغل بالطقية، ما رح يصدقني إنه أنا زلمي عن جد بحرم سب الصحابي وعن جد بحرم شتم زوجات النبي وعن جد بحرم كل هالقضايا، ما راح يعتبرني انه انا بدعي للوحدة الاسلامية حقيقة، راح يعتبرني كذاب. ليش؟ لانه جناب هالرادود اللي عنده شهرة وجناب هالشيخ اللي عنده شهرة، عرفت كيف؟ عم بيقول عم يلعن الصحابي وعم بيقول عن الصحابي عصابي والى اخره. يعني معناته انت شو عملت؟ معناته انت يا اعتبرت الشيعة جماعة كذابين باطنيين ما عندهم دين صحيح، اعتبرت الشيعة جماعة كذابين باطنيين ما عندهم دين صحيح، هي واحد. وهيك بتكون عم تنفر الناس عن أهل البيت، مش عم تجيب الناس لأهل البيت. اثنين، حضرتك قاعد بالعراق بين الشيعة أو قاعد بقم بظل دولة إسلامية شيعية، آسف إني أحكي هيك بس هذا الواقع، مرتاح على وضعك، قاعد بالسرداب عم تشرب شاي طيب ونازل نتع بالفتاوى بجواز اللعن أو بكذا أو بكذا، شو عم تعمل أنت؟